عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ الله يدوم عليكم السعادة. وين ما كنتوا؟ وين ما صرتوا؟ قبل بداية المقطع ارعصوا الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية. والله العظيم اني اشوف الدعم والتفاعل اللي قاعد اشوفه فيكم انتو. تقولون ليش؟ تعرفون هالشاشة انتو صح؟ ايه. احنا قلنا بنوصل 2 مليون متابع اخر رمضان باذن الله، خلال 2 بس او 3 ايام وصلتونا من 1,690,000 الى 1,721,000 مشترك خلال 3 ايام، يعني حوالي 30,000 مشترك في 3 ايام. يعطيكم العافية. قاعد اشوف ترى الدعم، ها عشان كذا متحمس انزل لكم. فعلشان هذا الانجاز انتوا ما قصرتوا معي، فانا قاعد احاول اني ما اقصر معكم، برضو انا مقصر معكم. فجايب لكم اليوم جائزتين. الجائزة الاولى من شركة، الشركة هذه اسمها الممالك اونلاين. طبعا اللي ما يعرف الممالك اونلاين، هذه لعبة استراتيجية. اللعبة هذه تتميز باسلوب واقعي ومتشعب في الحرب وتتوسع واقتصاد وتجارة في نفس الوقت، يعني تحس اللعبة في عالمك الخاص، او تحس انك رجعت للعصور الذهبيه. اهم ميزه في ذي اللعبه انه يمديك تتوسع في المدن بدال ما زي الالعاب الباقيه بس مدينه واحده. وبرضه فيها نظام الحاشيه الملكيه، طبعا هذا يخلي افراد المملكه كحكام للمدن وقاده للجيوش، وبرضه تزويج بممالك اللاعبين لاحلاء السلام بينهم. طبعا هدف اللعبه عندك مملكه تبنيها، عندك جيش تجهزه، عندك تحالف تنشأ عشان تسيطر على العالم. والشيء الحلو في اللعبة انها تحترم ثقافاتنا وعاداتنا، ويحترمك انت كلاعب او محتاج اي شيء يردون عليك. طبعا اللعبة بالجرافيك حقها تشبه الافلام او المسلسلات التاريخية العربية. طبعا الجوائز في الموضوع، الممالك اللي نسووا مسابقات رمضانية. المسابقة هي عبارة عن بطولة داخل اللعبة تتنافسون انتوا يا اللاعبين يتحملون اللعبة، والجائزة الكبرى اللي مقدمينها يا جماعة ان اللي يفوز بيسافر الى دبي وتجرب عندهم سيارات الفورميلا في الحلبة نفسها، حلبة السباق، وتضمن برضو جوائز ايفون 7 وبطايق ايتونز. وتتكون مسابقة من عدة بطولات من نوعين، الاولى تطوير المملكة والثانية انجازات العسكرية. وفي برضو بطولات جديدة من نوعين كل 3 ايام في كل سفرات اللعبة. وإضافة إلى ذلك في مستويات البطولة في العادي المتوسط والصعب. طبعا راح يتأهلون 10 لاعبين. كيف إنهم يتأهلون؟ من النقاط حقتهم في كل بطولة من السيرفرات عشان تدخل على الجوائز. عشان كذا المسابقة أصلا مصممة عشان كل شخص يقدر إنه يفوز في المسابقة بغض النظر عن مستواه في اللعب أو وقت الانضمام حتى أسلوب في اللعب. طبعا عشان تدخل في المسابقة ترى مجاني، بمجرد إنك تحمل اللعبة أنت كذا شاركت وقاعد تحسب النقاط معك. تفاصيل اللعبة والمسابقة هذه كاملة تلقاها على موقع اللعبة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. فاللي حاب انه ينضم عشان هذه الجوائز ويربح ايفون ولا بطايق ايتونز ولا اكبر جائزة اللي هي رحلة لدبي وتجرب سيارات فورمولا، يحمل اللعبة. ترى اللعبة مجانا، الرابط تحت الديسكريبشن. طبعا استخدموا باركود حقي عشان تقدرون تطورون حقتكم بسرعة وتدخلون في المنافسة. ونروح للجائزة الثانية. طبعا هذه الجوائز مني انا بس، الممالك اونلاين غطى عليه والله، ايفونات، رحله لدبي، طايق ايتونز، تجربه فورمولا. اهم شيء ان جائزتين. ها يلا بسم الله، هذه انا شاريها من حلالي. زي ما انتم شايفين عندكم هنا شاري الايباد الذهبي، اتوقع انه فخم نوع بس انه اغلى شيء في السوق. وشاري هنا التابلت، وشاري هنا الايفون المطفي 7. طبعا انا والله كان ودي اشتري الاحمر لكن مقطوع صراحة حاليا، بس ان شاء الله مع الوقت راح اشتري اشياء ثانية لانكم انتم تستاهلون. دقيقة، طبعا هذه الجوائز حقيقية. ايه زي بعض الناس كده على عن جدتي، انا صار عندي ذمة ضمير صراحة. علشان تفوز باحدى الجوائز هذه سو 1,000,000 لايك وسو 900,000,000 كومنت عشان تشارك في الجوائز هذه. تشارك في مواهب المشتركين، الفائز الاول والثاني والثالث هم اللي راح ياخذون هالجوائز، وغير كذا راح تصورون انتوا يا الفائزين انكم استلمتوا الجوائز. عشان كذا اكون بريت ذمتي لله واني سويت شيء يسعدكم ويسعدني في نفس الوقت. انت راح تفوز على حسب تصويت المتابعين. وبس نقول بسم الله، خلونا ندخل على المواهب المشتركين. قبل لا ندخل خلونا نشوف الناس المترشحه في الحلقه اللي راح. مخلوق احس من روحي
فايز بمعنى الحلقة. مبروك عليك يا نورس، ترى والله انا مصدوم انك فزتي، لان في ناس مواهبهم ذيك الحلقه اللي راحت ما شاء الله مره قويه، كل واحد ينافس الثاني، فليش هذه فازت؟ لان موهبه كذا غريبه وحلوه والناس حبت هذه الموهبه، فاستمر او استمري موهبتك، ترى انا حبيتها برضو، وعلى فكره ترى المقطع انتشر في الانستغرام في كل مكان، فالله يسعدكم ما تقصرون على الدعم وعلى النشر، والله انتم اي واحد يبغى يشارك تعرفون ان احنا في شهر فضيل اللي هو شهر رمضان، فلا حد يرسل اي اغاني، تبي تسوي تصميم او شيء حط اصوات فهم او اناشيد او شيء زي كذا، يعني ابعدوا عن الاغاني عشان رمضان، يعني نقول بسم الله ندخل على اول موهبه. اوه بلياردو، اوكي موهبه غريبه دي، جديده صراحه. اوه وش سوى ذا؟ لا تقولي بتسقع. والله بطل، والله موهبتك حلوه ترى، مع انها غريبه بس ترى حلوه، ما شاء الله عليك حركات. الله انا كذا ما اعرف العبها، انت ما شاء الله تسوي كذا كذا طق تجيب اقول، ترى موهبتك حلوه ها، بس حاول انك انت يعني تطور من الحركات والبركات هذه، ايش يسمونها في المس المقاطع الاجانب اشوفهم طاولتين، اكيد شفتها ما يحتاج اشرح لك. روح الموهبه الثانيه. لا هاي الحين نقول كذا، انا ما ادري وش يعني هذه الاء، بس ترى كذا لا اراديه عندي حمضيات بس ما احبها. شوف حركه بسيطه انا ممكن اقلبها بيبسي. دقيقه وش سوى هذا؟ شلون قلب؟ عندي حمضيات بس ما احبها. شوف ممكن اقلبها لبيبسي. يخرب بيته. لا والله ده الادمي واضح انه اشوف ايش يسوي بالاوراق. اوكي ما صح، اني ما افهم بالاوراق، يمكن تلعب علي بس ما ادري عني ايش بتسوي. اتحدى وقف، اتحدى امكم يا حقين الاوراق واحد يسوي زي ذا. هذا جاب شيء جديد، ذا هذا ساحر. شو وضع عمه ذا؟ والله صدق شكله ساحر يا ريال. اسمع ريال حولها 500 ريال، انت ما يحتاج تتوظف ويجيك راتب، تكفى تعال انا بصير خويك، انا بصير خويك، ابيك تحول هذا كله ايفونات، ابي اعطي كل 1,721,000 متابع كلهم ايفونات، تكفى تكفى الله يرحم امك، ابي اضمن مستقبلي. رقمي الخاص تعال تواصل معي وانا اعطيك اياه. مش ذا مجنون ذا؟ اي ترى بشتكيك، ترى اخاف اشتكي يسحرني. شوف انت مو موهبه، انت
لازم امدح على يسار. انت افضل انسان على وجه الارض اتوقع من مواهب. يمين بالله انك تستحق مو بمركز الاول. انت مفروض انت تعلم الناس كيف المواهب. انا بس ابيك تعلمني هل هذه خدعة ولا لا. روح لي بعده. انا بديت اوش احسب انه في شيء اختفى. نسيتني الليلة هنساك. طيب انا مدحتك قلت احساسك حلو بس مو يعني تشارك مرة ثانية. انا عجزت افارق نجومي ليلة. ترى والله معلش يا صاحبي ترى والله صوتك سيء. وكل ما بغت القى طريقي لفرقك. معلش انا احبك بس شوف لك شيء ثاني. ألقى الطريق يحن ويرد لي. من قوة اني كنت برضو طفشان من صوتك قاعد تغير طريقة كابك. أفارق نجومي ليلة. والله الإحساس يمين بالله انك إحساس خاينك الصوت قايل لك. أنا بما ان دخلنا على الأصوات اسمع صوت ذا. اسمع صوت ذا يا جماعة الخير. جننت على يواني أصبر في بعودك بس هسا صرت عادي غيابك يشبه ما شاء الله. يا عيني وش هالاصوات الحلوه هذه. والله انك طربتني صدق ما شاء الله. احساسك حلو. نروح الموهبه اللي بعدها. اوه رسم من ذا الزين. وهذا واحد زين واضح. اوه هذا انا. انا اقول ايش الزين هذا. حركات يا شيخ اطلق موهبه جت اليوم. اي زين فهمتوا يا الرسامين انتوا من دائما امح لكم رسموا شعاري رسموني انا. شوف الرسمه شوف الوجه السمح. والله رسمه حلو والله رسمه حلو. اي عشان رسمتني. الموهبه اللي بعدها. اوكي رسم. كنا شعري. والله تبون صدق الشعر لا بأس فيه. ما ادري احس انه شكله غير بس حلو انك على الاقل انك رسمتي يعني شعار. اوه باقي. كيف وشو ذا؟ كيف نخليها ثلاثية ابعاد؟ اوه والله كنا تغير شكله. واو 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 ايش هذا ما شاء الله. واو قسم بالله اطلق مشعري بالقناة. لا 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 ظلمتها قلت شعر عادي. هذه موهبات صراحة لا عاد ناقشني فيها غير ان رسام ورسم مشعاري. هنا وصلنا نهاية مواهب. خلوني اطلع افضل خمس مواهب. جننت بعد على يواني أصبر في
عندي حمضيات بس ما احبها. شوف حركة بسيطة، انا ممكن اقلبها لبيبسي. طبعا زي ما انتم شايفين هذول افضل خمس مواهب، لكن طريقة انك انت تصوت تراني غيرتها لان الموقع نفسه صار فيه لخبطة ومدري ايش. ايش اللي بسوي عشان بعد برضو اكون واضح مع متابعيني؟ راح احط ارقام اللي مرشحين في الفوز. انتم تدخلون على الرابط تحت الديسكريبشن، رابط التويتر، تضغطون وعلى طول تصوتون من الافضل، واكتبوا كومنتات ليش وزي كذا، يعني خلونا نسولف في تويتر مع ان مالي فيه تويتر. تعالوا هناك، لا تنسون تسوون فولو، هذا صوتوا على تويتر. وين وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى ان عجبكم هذا الفيديو، شدوا حيلكم عشان الجوائز هذه. كان معاكم شاري اوزكس. ايش الله يا المايك الحلو ايش؟